السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله الجميع يكون بخير. العنوان اللي أنا كاتبه فعلا بجد مش هزار، إحنا ليه زعلانين من باربي والدنيا اتقلبت على باربي وكلنا بقينا ضد باربي مرة واحدة؟ أنا واحد من الناس اللي يعني ولادي لما بيسمعوا موسيقى في فيلم كرتوني ديني بيحكي عن الأنبياء أو الصحابة رضي الله عنهم بيقفلوا الصوت لحد ما الموسيقى تخلص، زي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيسمع المزمار أو المعازف بيقفل ودانه لحد ما يبعد عنها، وأولادي كانوا بيعملوا كده زمان. حاليا مش بيتفرجوا على الكرتون اصلا لان كل انواع الكرتون والقنوات الخاصة بيهم بتدعم المثلية، وحذرت في اكتر من فيديو من الكرتون ومع ذلك هوريكم مفاجأة بعد دقيقة من دلوقتي تثبت لكم اننا كلنا بنستهبل وبنستعبط كمان وساعات بمزاجنا واوقات غصب عننا. الموضوع ده فعلا اتكلموا فيه كتير ويمكن تقريبا بقاله اسبوعين، وانا ما كنتش ناوي اعمل الحلقة دي من كتر ما قرفت وزهقت من الكلام عن المثلية بصراحة، حاسس يعني اني هغير اسم القناة واخليها حقائق مثلية والوان عالمية. بس عشان نكشف الحقائق ونقف على حقيقة المشكلة وما نبقاش بنعمل حلقات علشان نطلع نتكلم وخلاص، لازم نعرف فين العيب ونبدأ في التغيير ونبطل استهبال بجد. لكن قبل ما نشوف المفاجأة ونتكلم عن موضوع النهاردة المهم قوي، نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. ودول يا سيدي المفاجأة، باربي واختها كمان، دول عندي في البيت طبعا عند بنتي الصغيرة فاطمة الزهراء واللي سميتها على اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من رب العالمين إنها تتشبه بيها رضي الله عنها. لو أزيدكم من الشعر بيت، دول مش أول باربي كانوا عندها، دول تقريبا 2 من 9 كانوا موجودين، يعني في 7 تاني اتكسروا الحمد لله. هتقولي طيب ليه اشتريتهم؟ أقولك والله أنا لو لقيت زفت زي دي بتتباع بجنيه 1 وعليها هدية كيلو لحمة مش هشتريها. دول يا سيدي كانوا بيجوا هدية من ناس ما تعرفش ربنا ولا حتى بيصلوا، وكانوا بيبعتوا نسخ باربي الأصلية كمان، ودي طبعا سعرها في السوق ما ينفعش أقوله لأنك مش هتصدقني، بس بعضكم عارف اللي بقوله كويس، يعني ما كنتش ينفع أرفض الهدية أصلا، خصوصا انك بتيجي فجأة تلاقيها في ايد طفلة صغيرة فرحانة بيها وما تعرفش يعني ايه معناها، ومصممين كل سنة يبعتوا لنا واحدة شكل. طيب لو كده يبقى مفيش مشكلة لان اللي بعتوهم ناس رايحين في داهية وبعيد عن الدين نهائيا وخلصنا منهم وما بقوش بيبعتوا حاجة الحمد لله. الكارثة بقى ان في ناس طيبين ومتدينين ومتصدقين وصوامين وقوامين كمان، ولما حبوا يهدونا برضو بعتوا لنا باربي، ومش واحدة، دول 2 ومعاهم فستان باربي كمان. وبعد ما حمدنا ربنا ان 7 اللي فاتوا اتكسروا مع انهم باربي اصلي ومعمولين بطريقه لو ولعت فيهم بجاز مش هيتحرقوا، واقسم بالله تستحي تبص لهم. تفاصيل اللعبه اللي المفروض انها لعبه اطفال كان اللي مصنعها ابليس بنفسه في المصنع بتاعه، ولو قلت كده قدام حد هيضحك عليك طبعا، يقول لك يا عم دي لعبه اطفال ولعبه بنات. يبقى احنا فعلا بنستهبل ولا مش بنستهبل؟ بنستهبل طبعا. ليه نبعت هدايا زي دي لبعض؟ التقليد الاعمى للغرب هو اللي بيودينا في 60 داهية ونرجع بعد كده نشتكي، نتكلم على باربي وزعلانين من الفيلم اللي اتعمل وهي اصلا في بيوتنا. والله الذي لا اله غيره، انا من اشد اعداء الحاجات دي، ومع ذلك انت بتتحارب من الناس اللي ما عندهاش دين وتضطر طبعا تقبل منهم هدايا زي دي غصب عنك، وبتستحي ترفضها برضو من ناس انت بتحبهم او ما تقدرش تكسر كمان قلب طفله صغيره مش فاهمه يعني ايه اللعبه دي وايه اللي وراها. ولكن الحمد لله مع الوقت فهمتها وكرهتهم وكانت رمياهم لولا اني سألتها عليهم وانا بجهز الحلقة النهاردة. يا ترى كان بيت فيه باربي او حتى فيه مصايب زي باربي او فاتحين المجال لولادهم يتفرجوا على باربي وغيرها في اي وقت من غير رقابة؟ اكيد في ناس بتقولي دلوقتي انت ليه متحامل قوي كده على باربي، باربي دي لعبة ملهاش دعوة بالفيلم، الفيلم هو اللي استغل شهرة باربي وبنى عليه الشخصية لاغراضه السيئة. اقولك ان الثقافة الغربية ما تنفعش معانا خالص لاننا مسلمين وعرب ولينا ثقافة خاصة بينا، وباربي من الاساس ما تنفعش تبقى لعبة اطفال. والله النسخة الاصلية يعني مستحيل تقدر تغير ملابسها قدام نفسك كمان، مصنوعة بطريقة حقيرة فعلا. ازاي طفلة صغيرة تشوف جسم امرأة بالشكل المثالي وتفاصيله بالوقاحة دي وهي لسه طفلة صغيرة؟ المفروض حتى لو بتلعب تكون لعبتها طفلة في عمرها مثلا ومش باين لها ملامح، ومش بعيد كمان تكون القصة دي متخطط لها من زمان قوي من بداية اختراع اللعبة دي، لان اللعبة دي عليها علامات استفهام من بداية الفكرة ان لعبة اطفال او بنت تكون
تكون لامرأة كاملة، وبعد فترة طلعت نسخ لباربي اللي بتشتغل أي حاجة وكل حاجة وكأنها خارقة، وده نفسه اللي مبنية عليه فكرة الفيلم. وتيجي تقولي باربي بريئة من الاتهامات؟ هو المفروض إننا نعمل كل حاجة بيعملها الغرب بدون أدنى تفكير؟ لعبة باربي اخترعتها الولية دي سنة 1959، يعني عمر اللعبة دلوقتي تقريبا 64 سنة. الفيلم إيراداته في 3 أسابيع تخطت المليار و76 مليون دولار، وتكلفته تقريبا 150 مليون دولار، يعني مصروف عليه فلوس مش طبيعية، والأرباح برضو خيالية جدا. ولسه شغال الفيلم، والله أعلم هتوصل أرباحه الكام بعد ما للأسف يشتغل في بعض الدول العربية اللي وافقت عليه بعد 3 أسابيع تردد وتفكير. الفيلم ممول من نتفليكس المعروفة ببراعتها في تدمير البشرية والترويج للماسونية وأفكارها والمثلية والنسوية وأي حاجة وكل حاجة مع الإلحاد وضد الدين والأخلاق. الفيلم قصته كلها بتدور في قصة وحياة أصلا وهمية لكن جميلة جدا، ولما تتفرج عليها من كتر جمالها كل حاجة فيها هتلاقيها وردي. اللون الوردي طبعا واحنا عارفين بيرمز لإيه، واللي بيعودوا كمان الأطفال الذكور في أمريكا وأوروبا يلبسوه غصب عنهم، علشان الولد أو الذكر اللي المفترض يطلع راجل يتعود إنه وردي وبمبي وحاجة كيوتة قطقوطة كده من صغره، على ما يكبر بقى ويبقى كبير ويملى العين. كل الذكور في الفيلم متحولين ومثليين، لكن فيهم واحد بس هو اللي راجل، يعني ذكر. بس ما طولش طبعا، الفيلم بيروج للنسوية والمرحلة المتطورة جدا، أقصى مراحل النسوية اللي وصلوا لها لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت بيبين إن المرأة عموما سلعة والمفروض تكون مواصفاتها الجسدية والشكلية خارقة، مش زي المرأة اللي ربنا خلقها وفي تفاوت في شكلها وجمالها وخلقتها. ده غير إنهم عاملين شخصية باربي لكن شخصية فرعية مش بطلة الفيلم، كانت ذكر ومتحولة لأنثى، وكل العلاقات بينهم مثلية. حتى الوحيد اللي طلع ذكر في الفيلم لما حب باربي الأصلية أو البطلة رفضت ترتبط بيه واشترطت عليه يتحول علشان يبقى صديقتها ويبقى في بينهم علاقة مثلية، لكن الزواج في الفيلم فكرة مرفوضة تماما. حتى أبوها في الفيلم معدوم الشخصية، ولما بيحاول يتكلم بترفض وصايته عليها. حتى أمها كمان إن المفترض إنها داخل منظومة النسوية دورها مهمش وملهاش اي لازمة. باختصار حرية مطلقة، وده اللي بيشربوه للاطفال او للبنات اللي المفترض الفيلم موجه ليهم. اما بقى الالفاظ والشتايم والتلميحات والنكت اللي جوه الفيلم فكلها جنسية صريحة، واعلام المثلية بتظهر في اكتر من مرة طبعا، وده طبيعي لان الفيلم كله مبني على الفكرة دي، فكرة ان الحياة من غير رجالة جنة وردية والستات هم اللي لازم يبقوا مسيطرين، ومعاهم كمان المناصب العليا، حتى رئيس امريكا في الفيلم واحدة ومثلية. الكارثة بقى ان في كام صورة كده بتبين ان باربي تعني كل انثى في العالم، وطالع من وسطهم الاخت الفضلة امينة علي، ودي بنت باكستانية مسلمة محجبة بس حجاب طبعا نصكم، وطلعت بدور باربي المسلمة المحجبة. ومع البحث طلعت امينة دي موديل بريطانية من اصول باكستانية مسلمة للأسف، وصورها طبعا على الانستجرام بالحجاب اللي ملوش اي 60 لازمة، ومش فاهم ليه الناس دي بتلبس حجاب اصلا. المهم ان المخرجة الخبيثة جابتها وديتها اجر عالي علشان تاخد بس لقطة وصورة وتقول للعالم كله وخصوصا العالم الاسلامي النسوية والمثلية هنوصلها لكم كمان ما تخافوش. مخرجة الفيلم بقى هي كمان مثلية وكمان من أشد النسويات في أمريكا، يعني طلعت كل الحقد والغل والمرض القلبي والنفسي اللي جواها في الفيلم ده. وعلشان نعرف إنه للأسف المجتمع الأمريكي مجتمع منتهي أصلا وضايع للناس اللي بتعشق الأمريكان وبتعتبرهم قدوتهم، الفيلم ده أرباحه تحل مشاكل ملايين البشر ومنهم الأمريكان. تخيل أكتر من مليار دولار في 3 أسابيع بس، ولسه عدد الأرباح شغال حتى الآن. ده غير بقى السوشيال ميديا موضوع تاني، وشوف الفيلم هيستمر قد ايه. ده حتى ايلون ماسك الماسوني هاجم الفيلم علشان النسوية اللي فيه. اما بقى زوجة مات فيتس السياسي في الحزب الجمهوري الامريكي تقريبا رفضت الفيلم وقالت انه نسوي وضد الاسرة والاخلاق. الفيلم هنا في جزئية معينة بيبين ان المجتمع العادي بيخلي المرأة عبارة عن خادمة وشغلتها خدمة زوجها وولادها وتربيتهم، علشان تطلع البنت طبعا من الفيلم او المرأة عموما حقدة على الفطرة
الفطرة السليمة وكره الراجل عموما، ومش مكفيهم الكارثة اللي بقينا فيها بقالنا سنين وعايزين يزودوها أكتر وتكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال. واضح أنهم هينجحوا لأن دي من علامات القيامة زي ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من 1400 سنة. الفيلم عبارة عن حرب حقيقية بين الرجال والنساء، وفعلا حصلت حرب بينهم، وبرضو النساء انتصروا وقدروا يلغوا سيطرة الرجال ورجوع الحياة للفطرة اللي كانت الرجالة عايزاها، وكأنها قضية نجحوا فيها من عبودية الرجال اللي دخلوا ويسيطروا علشان ترجع العلاقات العادية زي الأول بين الرجل والمرأة أو بين الذكور والإناث. الفيلم نفسه بدايته كانت مصيبة، والرسالة من البداية واضحة. لما دخلت باربي عالم البشر لقت بنات أطفال صغيرين بتلعب بدمية باربي، وبعدين كسروهم بطريقة وحشية، وكأن في رسالة إن موضوع الأمومة ده خلاص ما بقاش موجود، وهنبدأ عصر الحرية المطلقة بدون أي قيود. الغريب كمان إن الفيلم تصنيفه لفوق 13 سنة، ولو أقل تحضر لكن بوجود العائلة، يعني فيلم عائلي. إزاي مش فاهم فيلم زي ده تصنيفه للعائلة؟ الفيلم بيصور الرجالة في الحياة العادية برا مدينة باربي على إنهم وحوش بشرية، كلهم بقى متحرشين ومستبدين، حتى كمان الشرطة اللي المفروض عندهم في أمريكا شرطة قانونية مطلعينها شرطة متحرشة، لكن الذكور المتحولين جنسيا هم الطيبين واللي يعني ما بيطلعش منهم العيبة. وطبعا هو شخصية واحدة كمان بس في الفيلم زي ما قلنا، اللي كان ذكر عادي رجل يعني، وفي الاخر سمع كلام باربي لانه بيحبها وتحول علشان يبقى قريب منها. في حاجة كمان بتأكد كلامنا اللي قلناه سوا من سنتين تقريبا، ان ترامب مش ماسوني، ومش فاهم ايه دخل السياسة في الموضوع ده، وانه نجح في الانتخابات بطريقة ما وغصب عنه، وانهم تعمدوا يطلعوه من الرئاسة ورافضين رجوعه تاني، وشغالين عليه طبعا زي ما احنا شايفين بالتهم والمحاكمات علشان يمنعوه يبقى رئيس أمريكا تاني. والفيلم فيه لقطة سخرية من ترامب، وده أكيد لأنه ضد المثلية. غير بقى على التيك توك عملوا برنامج كبير جدا وسموه اختبار باربي، وده علشان كل واحدة تختبر صديقها سواء بقى هيتجوزها ولا متنيلين كده وصحابه خلاص، علشان تشوفه هيصلح يكمل معاها ولا لا. والمعيار عندها حسب تقييمه للفيلم، يعني لو قال الفيلم كويس فيكمل معاها، لو ما عجبوش الفيلم تقلبه. شفتوا الكارثة بسبب فيلم مدته ساعتين ونص بس؟ ده غير ان في بنات ونساء كتير خلاص بعد الفيلم قرروا انهم يبقوا مثليات وفضوا صداقاتهم مع الرجال او مع الذكور يعني، وبكده الفيلم يبقى ادى وظيفته على اكمل وجه. وهنا لازم نصدق ونسمع ونستفيد من التحذيرات من القرف ده، وما نستهونش ونقول دي مجرد لعبة او ده مجرد فيلم، وما تكبروش الموضوع يا جماعة. انا مش عارف انا لسه سايبهم ليه. نشوف بقى مثال للجيل، يعني جيل المفروض انها حاليا تكون ام، لكن مع نظرية التطور فقدامها 60 سنة على ما تكون ناضجة طبعا وتصلح للزواج، زي ما بقت دي عقيدة عند كتير من المسلمين للأسف حاليا. واعتقد انها بعد فيلم باربي هتلغي فكرة الزواج خالص لبعد 60 ولا 70 سنة. بس بصراحة أنا صحيت على أخبار بشعة مش قادرة أوصف لكم قد إيه، بس يعني أنا متأكدة أن مش أنا الوحيدة اللي حاسة بكده، وأن إحنا كلنا ما قرينا الخبر ده عندنا كمية غضب مش طبيعية. وأنا هنا عشان أقول لكم I feel you، عشان أنا مش فاهمة إزاي فيلم باربي يتأجل من جولاي لأوغست لآخر أوغست. هو إزاي مفيش اهتمام يا جماعة بمشاعر الشباب للدرجة دي؟ يعني هي وصلت لكده؟ يعني هو ده اللي إحنا وصلنا له؟ طب أنا أهو انا قدامكم مثال اهو، نزلت اجيب طقم بينك كنت عشان على اساس بقى ان هو في جولاي، انا ده مش هضطر ما البسوش لحد اخر اوجست، هتكون اصلا البلاوز ادمت. هو ده اللي احنا وصلنا له، وهي دي خطط الشيطان بقيادة الغرب اللي هي وغيرها ملايين من الشعوب العربية والإسلامية سواء بقى مسلمين أو غير مسلمين، نص كلامهم إنجليش، وكأنها من غير ما تعمل كده وتلوح لسانها اللي هو أصلا عربي وتتكلم كده بالإنجليش كتير، مش هتبقى عصرية ولا بنت ناس. واحلف لكم بايه وحيات ربنا، اقسم بالله انا واحده صاحبتي راحت تعمل ضوافرها عشان بينك عشان تدخل بيها الفيلم، كده هتضطر تدخل بيها في اوجست اخر اوجست، معناه ان هي هتضطر تعمل ريفيل تاني قبل ما تدخل الفيلم عشان هيكون خلاص ضوافرها طولت. لا، والحسره ماليه قلبها وكل فكرها ان معقوله يا جماعه للدرجه دي مفيش مراعاه لمشاعر الشباب؟ وبعدين ازاي يعني تشتري اللبس الوردي الخاص بالفيلم ويتاجل وتبقى الدنيا مش حر، وتضطر بقى تصرف تاني وتجيب حاجه ملائمه للجو ساعتها، وبتقسم بالله يعني شوف الايمان يا اخي اللي في قلبها، بتقسم وزعلانه ان صاحبتها المسكينه يا عيني اللي كنت هعيط وانا بسمع قصتها والمأساة اللي مرت بيها انها عملت ضوافرها وهتضطر تعملها تاني. يعني بالله عليكم ده مش حرام؟ مش حرام كده؟ ظلم ده ولا مش
الظلم. طب اكمل انا الحلقة ازاي بعد القصة الحزينة والمأساة القوية؟ المهم بقى ان السعودية ومصر والامارات للأسف بيعرضوا الفيلم، وسلطنة عمان والجزائر والكويت منعت عرض، اما لبنان فمنعت عرض الفيلم، وهنا فعلا لا تعليق. وزير الثقافة اللبناني وضح سبب المنع، بيقول يروج للشذوذ الفيلم يعني والتحول الجنسي، ويسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة. أما الكويت فقررت لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية بدولة الكويت منع عرض فيلم باربي وفيلم توكتومي حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، معللة السبب بالحرص على الأداب العامة وعدم خدش الحياء ومنع كل ما يتعارض مع تقاليد المجتمع. لكن مصر والإمارات والسعودية حددوا سن الدخول لأكبر من 15 سنة. بصراحة كتر خيركم والله. الصين كمان منعته مع أنه كان معاها في فكرة الخريطة اللي ظهرت في الفيلم اللي بتضم تايوان لحدودها. فيتنام منعت الفيلم عشان الخريطة اللي ظهرت في الفيلم برضو، يعني موضوع سياسي. واليابان منعته علشان حصل سخرية من القنبلة النووية اللي ضربته. أما تايوان بقى فهي كمان منعته لنفس السبب اللي المفروض يفرح الصين في موضوع الخريطة اللي ضمت تايوان للصين. أما باكستان نفسها اللي هي بلد البنت اللي ظهرت بحجاب في الفيلم منعته بسبب أفكاره المرفوضة. أما قطر لسه بتشاور نفسها، وحتى الآن ما عنديش معلومة مؤكدة إذا كانت هتمنعه ولا هتعرضه. الجميل هنا أو يعني الحزين إن السعودية أصبحت ملاذا للخليجيين الممنوع عندهم الفيلم، وده مش كلامي أنا، ده كلام كاتب مش عايز أقول اسمه في إحدى الصحف السعودية. عرض الفيلم هناك في 60 دور عرض سينمائية، وكمان كل الصالات غطوها باللون الوردي لزوم الفيلم، وبرضو لا تعليق. كل ده الهدف منه هي خطة المليار الذهبي، أو الناس يعني ولاد الناس، وده وضحناه زمان في حلقاتنا وبنقوله تاني دلوقتي. الهدف من المثلية هي تنفيذ خطة الدجال قبل ما يوصل لحكم العالم وتهيئة الأرض لوصوله بإبادة البشرية، وهم عملوا كل حاجة وكل خطوة من خطوات الشيطان لاستدراجنا. وبصراحة احنا كمسلمين ما شاء الله علينا ساعدناهم ولسه بنساعدهم وهنفضل نساعدهم في تحديد النسل والتنظيم ومنع النسل كمان، وعيلين كفاية علشان تعرف تربيهم. وسيبك بقى من كلمة كل عيل بيجي برزقه ده والكلام المتخلف بتاع زمان، علشان كده ربنا وكلنا لنفسنا، والكل بقى مخنوق ومضغوط، وربنا ابتلانا بالفقر والأزمات والضيق إلا من رحم ربي بسبب اللي عملناه في نفسنا ومشينا وراهم. المثلية هتجيب من الآخر زي ما بنقول، لا وجود لعلاقة سوية لا بالحلال ولا بالحرام، ذكر مع ذكر وأنثى مع أنثى. وورونا بقى هتجيبوا عيال ونسل جديد منين، وده معناه طبعا انتشار الأمراض والموت المبكر، لأنك بتخالف الفطرة السليمة. ده غير غضب ربنا على البشر والبلاء اللي هينزل على الكل، وبكده يوصلوا للمليار الذهبي اللي هم مخططين له من زمان قوي بأقصى سرعة وأقل مجهود وأقل تكلفة. والله لو قلتلي إن الشيطان إبليس بنفسه هو اللي ألف وصمم وأخرج وأعد الفيلم ده، أقولك صعب عليه ينفذ عمل زي ده. وفعلا الإنسان لما بيطغى ويعاند ربه ويدخل في الإلحاد والكفر ويتحدى رب العالمين بيكون أشد مليار مرة من إبليس نفسه. النفس البشرية أخطر من ملايين الشياطين. إحنا كمسلمين الشاب تقريبا بيعيش من بداية حياته كلها كفاح وتعب وشغل وشقة، بيحلم إنه يتجوز، يعني كل تفكيره في البنت أو الأنثى عموما، وبيكون نابع فعلا عن حب ورغبة قوية وصادقة لأن دي فطرته. وبعد ما يتجوز بيكمل بقية حياته علشان يقوم بالمسؤولية لزوجته اللي هي برضو المرأة، ولما بيخلف بنت بتكون أقرب له من الولد وبيحبها حب عجيب، وبيتمنى يجيب لها القمر من السماء يحط في إيديها. ولو سألت الشباب هيقولك أنا أبويا بيعامل أو كان بيعامل أختي أحسن مني. والأم بالنسبة للمسلم مش محتاجة شرح كتير، كلنا عارفين لو كانت حتى مش مسلمة ما يعملش معاها أي حاجة تضايقها وينفذ كلامها ورغباتها طالما مش في معصية الله، وبره بيها سبب من أسباب دخوله الجنة ورضا الله عليه. كل ده وتيجي النسوية الخبيثة تحارب وتسخر كل حياتها علشان تقول للبنات سواء كانت طفلة أو شابة أو حتى زوجة إنك مش هتعيشي مبسوطة إلا لما تستقلي. والكارثة إن ده بدأ فعلا يظهر في المسلمين وبكثرة. حاليا موضوع الزواج أصبح
أصبح شبه مستحيل على كل المستويات، بنت أو ولد أو مطلقة أو متزوج أو أرملة. تكلم الراجل تلاقي يقولك مفيش واحدة كويسة وكلهم ماديات وما تضمنش أخلاقها. ونفس الموضوع تكلم المرأة على الرجل أو البنت تقولك خلاص ما بقاش في رجالة، والرجالة يعني عاوزيننا نصرف عليهم، والرجالة عاوزين يناموا في البيت، والرجالة عاوزين واحدة يتحكموا فيها، وكلام كتير مش وقته سرده في الحلقة دي. لكن الخلاصة هي خراب البيوت وتدمير الأسر ومنع استمرار الجنس البشري وتقليصه، والكل للأسف شغال في خدمة الشيطان تجهيزا لحكم الدجال، أكبر فتنة على وجه الأرض كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. فوقوا يا مسلمين وكفاية تهاون، وخلوا بالكم من الغزو الشيطاني والترويج للمثلية، وركزوا مع بناتكم وولادكم من الطفولة، لا أفلام ولا مسلسلات ولا كرتون، وعلموهم إن وقتهم الترفيهي زيكم زمان أيامنا يعني، لا كان في إنترنت ولا قنوات فضائية، والتلفزيون كان بيقفل الساعة 9 بالليل ويفضل يوش لحد الصبح، لكن كانت أجمل حياة والوقت كان مليان بركة، والحب في العائلات كان حقيقي. مش تبقى كاتبة أولادي سر سعادتي على الفيسبوك وهي شاوية ابنها بمعلقة الأكل في إيده وضرباه بالشبشب فتح له حجبه نصين. كفاية استهبال، وحافظوا على الأسر والبيوت، لأن الحرب بقت علنية زي ما انتوا شايفين وقوية جدا، وكل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. واحنا كمسلمين سلاحنا في ديننا وفي توكلنا على الله. ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع أولادنا وأولاد المسلمين وذريتنا إلى يوم الدين، اللهم آمين. بكده تخلص حلقة اليوم على خير بفضل الله. ما تنسوش الإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.